معانا من ملعب المباراة زميلنا فاروق صلاح، نتعرف منه على آخر الأجواء قبل انطلاق المباراة مباشرة. مساء الخير يا فاروق. برحب بيك يا كابتن ايمن، وبرحب بضيوفك الكرام كباتن مصر الكابتن اسامه عرابي والكابتن عادل عبد الرحمن، كابتن احمد بلال والكابتن اسامه حسني، وكل مشاهدينا مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. وباذن الله يعني ان شاء الله تبقى 3 نقاط النهارده ان شاء الله يا رب من نصيب النادي الاهلي ان شاء الله. طمني على الاجواء عندك يا فاروق. يعني خلينا نتكلم، بقول لك في التأهيل اثناء كابتن ايمن لاعب النادي الاهلي بيجري العمليات الاحمائيه، وزي ما حضرتك يعني تعرضت لتشكيل النادي الاهلي، وطبعا مستر مارسيل كولر اجرى بعض التعديلات على تشكيل لقاء اليوم، طبعا عامل لقاء النادي امام لقاء مدريد صن داونز، طبعا يعود على مقاعد بدلاء النادي الاهلي خالد عبد الفتاح وحمدي فتحي ومحمد شريف وحسين الشحات وعلي جند وعلي لطفي واحمد الخنديسي وطاهر محمد طاهر واحمد نبيل توك. عايز اقول لك ان درجه الحراره هنا كابتن ايمن بتتكلم في 33 درجه مئويه، عدد الجماهير على طيب، ونسبة الرطوبة؟ لا أنا برضو يهمني مع درجة الحرارة نسبة الرطوبة، نسبة الرطوبة كام في المية؟ نقطة مهمة جدا يا كابتن أيمن، نسبة الرطوبة بكلمك دلوقتي 16%، فأعتقد نسبة قليلة جدا، وبالتالي في نسبة هواء في أرض الملعب، فنسبة الرطوبة يعني الحمد لله 100 قليلة. ده كويس الحمد لله. فده أمر مهم جدا يا كابتن أيمن. صحيح. عايز أقول لك برضو على الرغم من إن إدارة نادي يعني القطب الكاميروني قررت فتح ابواب الاستاد مجانا للجماهير، لكن عدد الجماهير في الملعب حتى الان يا كابتن ايمن لا يتجاوز ال 1000، يعني 1000 مشجع من جانب جماهير فريق القوس الكاميروني، مقابل يعني بتتكلم على افراد الجاليه المصريه والعربيه كانت حوالي 20 او 30 فرد من الافراد الجاليه المصريه المقيمه هنا في ذروه. طبعا موجود المعالي السفيره داليا فايز مع الاستاذ الجيل عضو مجلس الاداره الكابتن سمير عدلي، طبعا يعني حاولوا ان هم يخصصوا مكان مميز لافراد الجاليه المصريه اللي موجوده، طبعا متابعينهم في الاعلام بعلم مصر بشوطات النادي الاهلي موجودين في ارض الملعب ان شاء الله، وصوتهم يتواصل لكل جماهير النادي الاهلي. الاجواء بقى واللي احنا لابسينه يا كابتن ايمن، اللعيبه عندها رغبه النهارده ان شاء الله انها تصالح جماهير النادي الاهلي، وكلمه لصالح جماهير النادي الاهلي اعتقد الوضع تبقى بدايه ان شاء الله تصحيح مسار النادي الاهلي في البطوله، ويعني عهد كده خد لعيبه النادي الاهلي على نفسهم النهارده ان شاء الله ان هم يقدموا مباراه طليق فعلا باسم النادي الاهلي باذن الله ربنا، ويعني كده زي ما قلت بدايه مصالحه مع جماهير النادي الاهلي. اتمنى طبعا توفيق ربنا في هذه المباراه، ارض ملعب يا كابتن ايمن افضل من يعني بكثير جدا من ملاعب كتير جدا في افريقيا، ارض ملعب ممتازه، الجو برده ودرجه الحراره اعتقد هتقل كمان مع يعني اقتراب المباراه من انطلاقها او من بدايتها، فاعتقد ان شاء الله يعني كل العوامل والشروط النهارده باذن الله رب العالمين ان شاء الله باذن الله. وبنشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح.